بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، مع حضراتكم المهندس محمد حسونة. وحلقة النهاردة أو الفيديو اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة عن الداتا ستريم أو اللايف داتا لأي عربية، إزاي هستخدمها. طب أنا أولا عشان أعرف أستخدم اللايف داتا لازم أعرف رينج كل حساس إيه، الرنجات بتاعت كل حساس، حساس الأكسجين الرينج بتاعه السليم من كام لكام. طب لو اقل معناه ايه، لو اعلى معناه ايه. حساس الماء كذلك، حساس الماس، الماس اير فلو، وحساس الماء اللي هو مانيفولد اير بريشر. الحساسات دي كلها اولا لازم نكون فاهمين هي بتشتغل ازاي. طيب انا هبدا معاكم ازاي نبدا نستخدم الداتا ستريم علشان اقدر اراجع على جهد البطاريه. عشان اقدر اجي معاكم على جهد البطاريه، جهد البطاريه كلنا احنا عارفينه ان كل البطاريات بتاعتنا في العربيات الملاكي 12 فولت. طيب انا المفروض ان انا اعرف جهد البطاريه دلوقتي كام. اول حاجه احنا ممكن نستخدم المالتي ميتر بالطريقه اللي احنا عارفينها، ان احنا نجيب المالتي ميتر ونجيب الجهد الدي سي واحط الطرفين اعرف اقول ده 10 ونص 12، هعرف منه القيمة. بس احنا دلوقتي عايزين نستخدم جهاز كشف الاعطال في حاجة زي كده. طيب الرينج بتاع البطارية المفروض يبقى مثلا من 10.5، او فعلا من 10.5 ل 12، تمام. يبقى جهد البطارية من 10.5 او من 10 ل 12، ده عشان تقدر تدور العربية. كده كده العربية بتحتاج 11 فولت ونص علشان تعمل الكرانكينج او عشان انها تدور، ولكن جهد البطاريه مسموح به من 10.5 ل 12.5، وبتختلف من عربيه لعربيه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح الداتا ستريم للعربيه. العربيه اللي معانا دي عربيه كيا، العربيه اللي معانا عربيه كيا سوراتو 2013. اول حاجه في الداتا ستريم هنبدا نراجع عليها ونبص عليها مع بعض هي جهد البطاريه. اول حاجه بنفتح كونتاكت، تمام، بنبص على جهد البطاريه. احنا عايزين نشوف البطاريه دلوقتي شحنه ولا مش شحنه. معيش فولتميتر او معيش اوميتر، معيش اي حاجه اقدر استخدمها دلوقتي غير الجهاز كشف الاعطال. بخش على الداتا ستريم، بخش على الداتا ستريم، قرب كده هات لي الايه، بخش على الداتا ستريم بشوف جهد البطاريه في حاله الاون، ما تدورش الموتور، في حاله الاون بس بلاقي جهد البطاريه 12.33 فولت. طيب جهد البطاريه ده المفروض الرينج بتاعه من 9 ل 12. حتى لما بتيجي تكود اي حاجه في العربيه سواء طاره او بوابه او غيره بيجي يقول لك لازم شرط كده ان جهد البطاريه من 9 ل 12. ده كده جهد البطاريه واحنا لسه ما دورناش. طب تعالى نطمن على الشحن بقى، نطمن على الدينامو ونعمل ايه. هندور تمام كده العربيه على السلانسيه، هتلاقيها دلوقتي هترجع تاني هتلاقي الفولت 13. المفروض شحن الدينامو بتاعي عشان اطمن ان هو مظبوط انه يعد معايا من 13 ل 15، من 13.5 ل 15. الرنجات دي بتتغير من العربيه لعربيه بس حاجات بسيطه. طيب تعالى كده نشوف الجهد ده. طب تعالى نشوف الجهد ده ازاي. هخلي الار بي ام عند 2000 لفه واشوف الجهد اللي هيطلع لي على الجهاز من كام لكام. فعلا الجهد ده ما بين 13 و 15. طب لو الجهد ده اري جهد اعلى بس زياده عن الرينج، يعني في تفاوت مفيش مشكله، بس لو الرينج زياده عن اللزوم 16 لا كده في مشكله، اقل من كده في مشكله برضو. طب لو الجهد نفسه ثابت برضو في مشكله، لازم الجهد يتغير. انا بس شوف اير 14 بوينت 16 30 بيتغير كده، في تغيير السرعه بتتغير فالشحن بيتغير. طيب دلوقتي هنتكلم عن حساس الاكسجين، قرايات حساس الاكسجين او اوتو سنسور داتا ستريم، البيانات الحيه لحساس الاكسجين. طيب انا عشان اقدر اتابع البيانات الحيه لحساس الاكسجين
بتابع 3 قرايات مهمين عندي جدا على الداتا ستريم. اول حاجه الاوتو سنسور فولتج جهد حساس الشكمان، وحاجه اسمها LTFT اللي هي لونج تيرم فيول تريم، والSTFT اللي هي شورت تيرم فيول تريم. الحاجتين دولت متعلقين باختصار كده ان هما دولت اللي بيصححوا للكنترول القرايات في حاله لما بيكون في ريتش او لين، لان هما بيتحكموا انهم بيقللوا حقن وقود او بيزودوا حقن وقود. هما دول اللي بيعملوا حاجه اسمها كوريكشن، بيعملوا حاجه اسمها كوريكشن تصحيح للكنترول بتاع المحرك ان هو يزود في الايه في القرايات. طيب تعالى كده نتفق، نقول رينج الفولت بتاع حساس الاكسجين بيبقى من 100 ملي فولت ل 800 ملي فولت، من 100 ملي فولت ل 800 ملي فولت، او من 0.1 فولت 1/10 فولت لحد 8/10 فولت. طيب لو الجهد قل لاقل، نزل لاقل من 100 ملي فولت او اقل من 1/10 فولت، ده يبقى معناه ان في لين. معنى كده ان في لين، اللين ده يعني فقر وقود، يعني معنى كده ان الفيول ديليفري زيرز بروبلم، ان في مشكله في توصيل الوقود. نشوف ايه هي المشكله. طيب لو ارى معايا جهد اعلى من 800 ملي فولت، معنى كده ان في ريتش، معنى كده ان في وقود كتير، معنى كده ان الفيول ديليفري از جود، ان كده ان توصيل الوقود لحد المحرك ده مظبوط. طيب الرينج بتاع ال LTFT وال STFT الرينج بتاعهم لازم يبقى ما بين موجب او سالب 10%، موجب او سالب 10%. ازيد من كده، ازيد من كده يبقى في مشاكل، اما ريتش او لين، سواء بقى زياده بالماينس او زياده بالبوستي، معنى كده ان في مشكله في منظومه، في المنظومات اللي لها علاقه بخلط الوقود. طيب دلوقتي لو عندي انا الرنجات دي موجوده ومثلا اريالي اقصى من الحد اللي انا قلت عليه، من اكتر من موجب او سالب 10، معنى كده ان في كوريكشن. يعني لو قلنا مثلا ان ال LED اريا بوزيتيف 25 موجب 25، والاس STFT اريا ماينس 25، معنى كده ان الدنيا شغاله بيحصل كوريكشن، معنى كده ان حساس الاكسجين ده مظبوط. طب امتى اعرف ان الحساس الاكسجين ده بايظ اصلا؟ اول حاجه احنا بنتابع القرايات بتاعته، بنشوف الفولت بتاعه موجود وقيمته موجوده ولا لا. الحاجه الثانيه عن طريق القرايات بتاعه اللونج والشورت دي، يعني مثلا لو قاري معايا شورت مثلا ماينس 25 فولت ومش قاري معايا في اللونج، وقاري معايا في اللونج صفر، معنى كده ان حساس الشكمان نفسه فيه مشكله، يبقى اذا كده الكنترول ما بيستجيبش منه اي حاجه عشان يعمل لها كوركشن. تعالى نشوف القرايات دي معانا على داتا ستريم. طيب قرايه حساس الشكمان او الاوتو سنسور او الاكسجين سنسور، حساس الشكمان ليه رينج معين. طالما ما هو الرينج ده او القرايه اللي ظاهره قدامك ما بين الرقمين دولت، الحساس ده زي الفل والعربيه دي زي الفل و100 100. القرايه او الرينج بتاع حساس الشكمان من 0.1 فولت، لا 1/10 فولت، لحد 8/10 فولت. لو طول ما هي ما بين القرايتين دولت العربيه دي تمام. يعني قدامي دلوقتي اريا 0.7 فولت، يبقى كده العربيه دي تمام. حتى لما نيجي ندوس اكسلاتير شوف اللي هيحصل، في تغير بيبقى ما بين الرقمين، تمام. طيب طب لو لقينا اقل من 1، او لو لقينا اقل من 100 ملي فولت، لو لقينا اقل يبقى كده في لين، كده في لين، كده في فقر وقود. طب لو لقينا اعلى من 8/10 او اعلى من
800 ملي فولت، معنى كده ان في ريتش، معنى كده ان في وقود كتير، يبقى كده في حاجه غلط. هنبدا بقى نتشيك حوالين منظومه الهواء ومنظومه الوقود عشان نشوف المشكله فين، هل في فاكيوم ليك، في تسريب ولا مفيش تسريب. هنبدا ندور حوالين